أنا بنين كريم من النجف الأشرف، عمري 19 سنة، أعاني من شلل بالأطراف السفلى وخلع بالورك الأيسر وخلع بالمتن الأيسر، وهذه حالتي من الولادة. بعدها كنت منعزلة، كنت أقضي وقتي بوحدي، ما أحب أختلط بالأطفال، ما أحب أكون صداقات، لكن بعد تقدمي بالعمر ما حبوا إنه يخلوني بهذا جو العزلة، فوالدي حب يدعمني، حب إنه يخليني أغير من الواقع اللي كنت عايشته وأعيش بواقع ثاني، أصير اجتماعية أكثر، فدمجني بمؤسسة لذوي الاحتياجات الخاصة، لكن أنا بعد فترة انسحبت عن هذه المؤسسة لأمور خاصة. بعدها الحمد لله والشكر تسجلت بالنادي الرياضي، ومنها كانت نقطة النجاح مالتي من هذا الطريق مال الرياضة. بديت بانطلاقة كلها نجاح وتخطيط للمستقبل، طبعا برياضة تنس الطاولة. بديت أشارك ببطولات محلية وحصلت على إنجازات، ميداليات فضية وذهب وبرونز عندي محلية، وعندي أيضا إنجاز دولي فضية أسياد آسيا في البحرين. أقضي وقتي بالتمرين والدراسة، طالبة متوسطة ولاعبة منتخب تنس طاولة، أوافق بين الدراسة والتمرين حسب وقت أو إذا كان صباحي يكون تمريني بس الظهر، وإذا كان دوامي مسائي أخلي التمرين، يعني ما أقدر أروح فأتمرن بالبيت، ما أخلي اليوم يفوتني بدون تمرين حتى أحافظ على اللياقة اللي عندي. بمرور الوقت بعد ما كبرت والدي ما كان رايد إنه أبقى هيك عايشة بهذا الجو، أو أنا أحس أني عندي اختلاف عن الباقي. اندمجت بمؤسسة مال ذوي احتياجات، شفت إنه أكو هواية حالات أصعب ممكن من حالتي، فأنا صرت من داخلي أضوج عليهم، يعني غير من نفسيتي، غير من طريقة تفكيري، يعني كنت أحس بنفسي مختلفة، بس من شفت غيري لا، يعني شوية بديت أفكر وأراجع بذاتي. بعدين تركت المؤسسة بحسب ظروفي، وراها انضميت للنادي الرياضي، ومنها كانت نقطة نجاحي وبداية طريق مليء بالنجاح. استمرت وياهم والحمد لله، وبداية دخولي للنادي الرياضي شفت انه اكو ترحيب بي، استاذي طبعا الدكتور مسلم الوائلي شفت انه يرحب بي وحب اني اكون ضمن فريقهم. بعد انضمامي الى بالمستقبل بديت اتطور بنفسي، شفت هواي حالات مثل حالتي وغيرها، بديت اتغير هواية، وبتشجيعهم طبعا حيدر الشكري واستاذ سمير الكردي هواية شجعوني، ووالدي واقاربي، صرت اطور من نفسي واقدم الافضل، وان شاء الله بعد افضل وافضل. انا والد اللاعبه بنين كريم شهيد الطائي، وبنين عندي من ذوي الاحتياجات الخاصه ومن ذوي الهمم، كانت تعاني من شلل بالاطراف السفلى، فالحاله كانت صعبه كلش، الامور صعبه علينا كلش، ناشدت بعض الناس الطيبين وبعض الخيرين، جريت لها عمليتين بالهند، فقط عندها عمليه واحده خلع الورك عن الحوض. العمليه صعبه وتكلف، والا بمركز تخصصي خارج جمهوريه العراق، فحال جمهوريه العراق ما عندي اي امكانيه ان اطلعها خارج جمهوريه العراق، والعمليه مكلفه تكلف يعني تقريبا حدود دفترين ونص او ثلاث دفاتر، وانا ساكن بمدرسه لا امتلك قطعه ارض سكنيه بالعراق ولا امتلك بيت، وطلعت تقاعد والان مطارد من بيتي، يعني كمهجر بالبيت، لا تعيين، الواحد يقدم عده معاملات لولدي، بس كل واحد يبقى من ولدي بمكاني بعقيد باجر مجاني بدون اجر،
بحيث ان نبقى بهالبيت هذا ان نحافظ على كرامتنا وشرفنا بالبيت، وعائلة عائلة كبيرة، وعندي 3 معاقات غيرها، عندي وحدة تلف بالخلايا مال الدماغ، وعندي هاي بنين لاعبة منتخب وطني عراقي، ومن ابطال اسياد اسيا وابطال العراق، واللي حرزت على بطولة اسياد اسيا، الثانية على اسياد اسيا، والاول على العراق، والاول على اللجان الفرعية بالعراق. وحاليا عندها عمليه، العمليه مكلفه، ما عندها اي امكانيه، وانا ساكن بمدرسه، ساكن بمدرسه ابتدائيه، وحاليا مهجر تقريبا، شبه المهجر من جيشي. يعني كل ساعه جايين مبلغين تعال اطلع، واسوي تريث، وخلف الله على مدير عام تربيه النجف اللي يطيله تريث بالسكن، نظرت ان العائله هاي والعين اللاعبه اللي معاقة بنين. ناشد الطيبين الخيرين المسؤولين ان ينظرون لحالتنا، ينظرون لهالعائلة هذه اللي راح تتهجر من هالبيت هذا. ساعدت بنين بجهدي وامكانيتي، ومن 2003 من كانت طفلة يعني عمرها شهر، ولحد الان اللي انا ساعد وياها باخر قطره دم بحياتي الها، ومكرس كل جهودي الها، للنادي، الشغلات الترفيهيه، السفرات، المستشفيات، الكل جهدي. انا اللي شجعتها، وانا اللي مطلعها مطلق الحريه ان احاول ان ادمج هالشريحه هاي من ذوي الهمم مع المجتمع. مع الاسف نلاحظ بعض المجتمعات او المجتمع مالتنا يحارب هالشريحه هاي مال المعاقين او ذول الداون اللي نسميهم منغوليه وغيرهم. نحاول بجهد امكاننا ان نناشد الناس الطيبه، المؤسسات الخيريه، المؤسسات الانسانيه، ان يحاولون ان يدمجونهم مع المجتمع. نحاول ان ندمجهم، لان عندهم اراده، عندهم عقل، عندهم فكر، ووصلوا، منهم اطباء، منهم محامين، منهم مهندسين، منهم مهندسين وصلوا، اكو اصحاء ما وصلوا لدرجتهم، اصحاء وصلوا الدول وبعض انجازات ما جابوا، وهم ذولا ذول الهمم، لان ما نقدر نطلق عليهم معاق، المعاق معاق جسم صحيح. بس هو عنده فكره وعنده عقل وعنده ان يفكروا ان يوصلوا، ووصلوا فعلا، وصلوا اطباء، ووصلوا لاعبين منتخبات وطنيه ومنتخبات العالم، اكو لاعبه وياها هسه من نجاله، نجله عماد وصلت لبطوله العالم حاليا راح تشارك بيها، عندها اللاعبه بنين راح تشارك ببطوله العرب بمصر، وعندنا بطوله راح تفتتح ان شاء الله عن قريب بالنجف. بالنجف راح تفتتح بطولة واستجابة بعض الدول العربية راح تستضيفوها بالنجف.